السلام عليكم، كيف الحال؟ معاكم بشاكر من فريق اكسترا في جيمنج. اليوم بقدم لكم طريقه الميديا ستريمينج على جهاز بلاي ستيشن 4 وهم تصلح لجهاز الاكس بوكس 1. والميزه ان اي شيء تبون تشوفونه من افلام ومسلسلات وصور وموسيقى وغيره تقدرون تشوفونه ستريمينج على جهازكم وين ما كنتوا، وحتى رفع الفيديو ما ياخذ اكثر من كم ثانيه حتى لو كان حجمه شوي كبير. اول شيء من البي سي تسوي لكم اكاونت على موقع بليكس، والرابط موجود في الديسكربشن تحت، وطبعا راح تنزل لكم ايميل للتاكيد ولازم تبطلونه عشان تفعل حسابكم. وبعدها اختاروا قسم الداونلود واختاروا كمبيوتر، وهني اختاروا نظام السيستم عندكم، اذا ويندوز اختاروا ويندوز وداونلود انجلش، وراح ينزل معاكم الابلكيشن واختاروا انستول. هني طبعا اجري، اختاروا نكست، وبعدها هم نكست. هني اذا تبون تقدرون تختارون اي من البرامج الموجودة اذا محتاجينها، وبعدها دان. والحين اختاروا اد لايبراري، وطبعا اختاروا من الشغلات اللي تبونها في افلام وصور وغيره. مثلا بختار حاليا موفي وارفع احد الفيديوهات اللي كنت مشتغل عليها، ومثل ما تشوفون ما راح يطول الا ثواني. هني اختاروا المكان او الفولدر اللي حافظين فيه الفيلم او غيره، مثلا المكان اللي حافظ فيه هو دي بلكس لايبراري وورك، وبعدها اختار اد، وبعدها اد لايبراري. وبثماني راح تشوفون اللي اخترتوه راح يكون جاهز، وطبعا تقدرون تختارون اي فيديو تبونه وترفعونه. والحين خلونا نجرب ستريمينج على البلاي ستيشن 4. اولا بطلوا الانترنت براوزر، وكتبوا في سيرش blex.tv/web/app، وسووا ساين ان من اكاونتكم اللي سويتوه في البي سي. والحين اختاروا اي فيديو او صور وغيرهم من اللي ضفتوهم، وراح يشتغلون معاكم بطريقة سهلة وسريعة. واتمنى اني قدرت افيدكم في الشرح. كان معاكم بشاكر، واذا عندكم اي سؤال انا حاضر، ولا تنسون تضغطون على زر اللايك ومتابعة القناة. والله يعطيكم العافية، مع السلامة.